لماذا استبدل في إني أخبر أنت بعمل
اسم ملك الاب يقول انت ابني ولا واحد من دخل شكرا.
عشان
You will not
It says hold and lift. I'm holding and lifting it somewhere. Tony, need your help. It has defeated me. Tony, there is. Can you close for a second? I need your help. Can you open this? Because I can't open it. It's giving me my trouble. Didn't say break it. Could have broken it. It says hold and lift this one. Hold this one and lift that one. Tony did it, but we both broke the lid. Osman's head.
هتلاحظ بعد السطر ده اختلف المود خالص، يعني بعد ما بكى وتذلل واشتكى وطلع الجملة التاريخية اللي وراه لماذا قصر النبيل الحزبين عليه، هتلاقوه بعد كده على طول أما أنت فترسل بلدي وأنت الأصل، ابتدى إيه يستعيد رجائه بشكل نفسه بصفحته. يا رب ما أكثر مرادتي. لا أظن أن في مسيحي مخلص ما عداش عليه المشاعر. أي واحد فيكم هذي الوقت حس إنه إيه مخنوق، إنه في ضغط من كذا ناحية. وأبشالوم
رغم انه اخر يوم داود بيوصي لرؤساء الجيش الدولي ترهقه للخطر، لكن قبل الاسد كان قلبه قاسي ولم يشفق واخذ الشرور فتنفذ بالدؤوس، وبعد ذلك قال لله تفرح وانما انتصرنا وفرح بالارض وترك شحامه على الشعب. يا رب ما أكثر مباركين كثيرون عليه كثيرون من المسائل في الأول واحد نكتب على وضع الشعب قصر الذين يحزنون باصص على المشارك والسلوك على المنزل وعلى أنت أول ما رفع عليه وضع المشاكل تجد عن إيه ندمات التسبيح حزن المسيح وجع والألم الشديد من أجلنا من أجل خلاصنا مات، والناس لما تتألم يمكن يصعبوا على بعض، يمكن الناس تبص إنهم يعيدوا، لكن هذا ده المهد الحبيبي للإنسان، المهد المرتبط تعبت قد إيه؟ وجعت قد إيه؟ زميت قد إيه؟ وباكم إذا فرضوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلكم الشر والخزيمين رحلة أهمال وعدوكم عظيم كل ده المجلس يبقى يقول فما اشتركتم في ألام المزيد أفرحوا لكي تفرحوا أيضا في استعلام مجد للمتابعين وزي ما شاركت المسيح تألمه افرحوا وده كل ده حوالي المجلس فقبل ما تخلص المشكلة وقبل ما تخلص المشكلة Brother, the things that I have to do for people. Feeglooft. Shut up, Feeglooft. My God, is the big reason with you. أولاً لأنه كل جدال الله كان يوم على طريق الجدال تأيينه يعني مزاجة داود كان عايش في الجدال وهربان في الجدال نص حياته وكان قراء الأجمال برضو يرى الجدال وكمان في مصر يقول الشليل الجدال حواليها ومتوحدون على روح مثل جنة سليمة فإذا موضوع الجدال ده كان يجي إحساس Thank you.
فبذلك الشارع من المسألة الجدة العمل الجدد الحقيقي وبعدين نقول جبل قدسي يقصد العالم كله يقصد المسيح نفسه يقصد If you say that one more time, I'm done.